فضيلة الشيخ الدكتور محي الدين عفيفة، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. مساء الخير فضيلتك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. رأي حضرتك إيه النهاردة في الأحداث وفي زيارة بيت العائلة، وإحنا بنتكلم مع النائب باشمهندس جون طلعت وتسابونا أرمية؟ نعم. مساء الخير. هو طبعا الزيارة بكل المقاييس كانت مهمة جدا في ضوء توجيهات فضيلة الإمام وتوجيهات قداسة البابا. يعني الزيارة كانت لأجل مشاطرة ويعني إشعار كل الأطراف المتضررة ب يعني معايشة واهتمام كل المصريين وكل أطياف الشعب ومؤسسات الدولة لهذه الأحداث. طبعا مما أحب أن أؤكد عليه أنه الزيارة لم تكن فيها جلسات عرفية كما أشيع أو غير ذلك، وإنما تم التأكيد على ما يعني سيطبق من سيادة القانون وملاحقة من يثبت تورطه. كان دورنا توعية الأطراف وتوعية الناس بأهمية القيم المشتركة وأهمية التحديات التي تعيشها مصر وضرورة الوعي والتركيز على الجوانب السلوكية الحضارية، التعايش السلمي، احترام الآخر، إلى غير ذلك من المعاني الإنسانية. بالإضافة أننا يعني استأنى جميعا ويعني بالنسبة لما حدث إنسانيا وأخلاقيا، ونرفض ذلك ولا نقره، ولا تقر أديان ولا تقر أعراف. طبعا يعني لا شك أن هذه الزيارة وأن حضور مؤسسات الدولة ونواب مجلس النواب وكل أطياف وممثلي مؤسسات كثيرة على رأسهم الأزهر الشريف والكنيسة المصرية من خلال بيت العائلة، هذا الحضور كانت له آثار إيجابية، وإن شاء الله سيتم يعني الأمر أمام العدالة القانون، ولكن يبقى أهمية التوعية بالسلوك. يمكن هو ده السؤال اللي أنا في دماغي أسأله لفضيلتك. أكيد النهاردة وتسابونا أرمية معانا برضو على الهاتف، رجعتوا من المنيا بفكر، رجعتوا من المنيا بتصور، رجعتوا من المنيا بتوصيات أو بإجراءات سوف يتم اتخاذها من بيت العيلة. نعم. إيه التوصيات اللي أنتوا شايفينها فضيلتك؟ والنقاط من أبرز النقاط التي وضعنا عليها أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، نشر ثقافة الحب والاحترام المتبادل، ونبذ ثقافة الكراهية، توعية الـ كل أفراد الشعب من خلال الرموز الدينية. طبعا يعني من كرم ربنا لمصر أنه حباها بمؤسستين دينيتين يعني على درجة كبيرة من الوعي، الأزهر الشريف والكنيسة المصرية. لا شك أن يعني الجهود التي تبذل على العائلة أثرت تأثيرا إيجابيا من خلال التقارب بين الرموز الدينية الذي أعطى صورة إيجابية لبقية أفراد الشعب. نحن بحاجة إلى توسيع هذا الفهم حتى يكون المواطن على درجة عالية من الوعي، لأن المسألة إن لم يتحقق الوعي لدى المواطن يعني لا يمكن أن تكون هناك ضمانة أخرى غير ضمانة عدالة القانون ثم الوعي المواطن. تمام. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وبينضم إلينا عبر الهاتف أيضا